السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بنان من Colors for Life. اليوم إن شاء الله حيكون الجزء الثاني من بطانية ديميلزا من تصميم كاثرين بلاي. الجزء الثاني حنعمل فيه الوحدة الثانية. خلاص، الوحدة الثانية عبارة عن قطعة مستطيلة، خلاص زي ما انتم شايفين. القطعة المستطيلة هذه السطور فيها رايح جاي، شايفين؟ الوجه الصحيح، خلاص. في مجموعة ملاحظات قبل ما أبدأ في الوحدة. الوحدة مكونة من 26 سطر، خلاص. الوجه الصحيح هيكون دائما هتشتغلي فيه أعمدة أو بريد أو تناقص، بس عموما غرز الأعمدة والبريد الأمامي والتناقص زي ما انتو شايفين، هذا كله حيكون في الوجه الصحيح. طيب، الوجه الخطأ يعني لما تقلب الشغل، لأنه أنت لما تيجي تشتغل في أسطر حتشتغل السطر كده، تقلب الشغل وترجع تشتغل كده، صح ولا لا؟ بس هو حيكون من الخلف، فالوجه الخاطئ للقطعة حيكون الشغل كله حشو. معناته الأسطر الفردية اللي هي عندك 1 3 5 وهكذا حتكون الوجه الصحيح، ويكون الشغل فيها بأعمدة وبريد أمامي بلفتين وتناقص ثلاث بريدات. طيب، الوجه الخاطئ حيكون بالأعمدة الزوجية اللي هي 2، مو الأعمدة، إيش بقول أعمدة، السطور، أقصد السطور. في الوجه الصحيح السطور الفردية 1 و3 و5 وهكذا، والسطور الزوجية حتكون عندك في الوجه الخاطئ وحتكون تشتغليها حشو، خلاص. بس بعد كده عندك بداية الشغل حيكون بأعمدة ابتدائية، خلاص. ولك الاختيار، إما إنه أنت تعملي أعمدة ابتدائية وهو الأفضل يعني إذا حبيتي، بس إذا ما حبيتي أو حسيتيها صعبة شوية حتشتغلي عادي زي ما نشتغل دائما سلسلة وبعدين تشتغلي فيها أعمدة. مجمل الغرز أو عدد الغرز الإجمالي في كل سطر، خلاص، 65 غرزة. دائما عدي غرزك، لازم العدد الكلي للغرز 65 في كل سطر. راح تعملي، مطلوب منك إنه أنت تعملي 4 وحدات من هذه القطعة، خلاص، 4 وحدات، 4 حبات، خلاص. نبدأ مع بعض، إن شاء الله يكون بسيط وسهل وتنبسطوا في الجزء هذا. السطر الأول حبدأ أشتغله بلون البارشمنت، خلاص. الآن عندك اختيارين، إما إنه أنت تشتغلي السطر الأول اللي هو 65 سلسلة وبعدين تطلعي 3 سلاسل وتعتبريها أول عمود، بعدين في السلسلة الرابعة الخامسة هتشتغلي عمود وبعدين تكملي بقية الداء. المهم في النهاية حيكون عندك 65 عمود في بنهاية السطر الأول. طبعا هذه الطريقة القديمة العادية اللي احنا كلنا نعرفها، انه انت تعملي سلاسل وتشتغلي فيها غرز. مشكلة هذه الطريقة انه السلاسل بتخلي لك الشغل، ايش اقول لك، ضيق شوية، يعني السلاسل ما هي مطاطية، صح ولا لا؟ تلاقي ناحية السلاسل من تحت مرة ضيقة، وبعدين تلاقي الأعمدة من فوق تبدأ تاخد راحتها وتتوسع، ما هي حلوة كتير، وبرضو فيها احتمال خطأ وارد. هديك طريقة يسموها الفاونديشن دبل كروشيه. يعني ايه؟ يعني انت تشتغلي أعمدة في نفس الوقت مع السلاسل. لما تيجي تعملي سلاسل عادة بتشتغلي مثلا من هنا وتيجي تطلعي 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 وتسوي مثلا 5 سلاسل وبعدين ترجع تشتغلي كده. الفاونديشن دبل كروشيه الصراحة انا ما اعرف اسمها الى الان، فاللي تعرف اسمها تعطيني بالعربي. بتشتغلي سلاسل ارتفاع بسيطة اللي هي سلاسل بدائية، بعد كده تبدأي تطلعي تشتغلي عمود بعدين عمود بعدين عمود بعدين عمود بعدين عمود. ميزتها انه انت لما تيجي تبني الأعمدة، الأعمدة بتنبني فوق بعض بهذه الطريقة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، توقفي وقت ما تبي توقفي وتكوني مخلصة الشغل على طول، يعني انه تكوني مخلصة جزء السلاسل وجزء الأعمدة على طول. افضل من لما تشتغلي ايش اقول لك،
سلاسل وبعدين ترجع تشتغلي أعمدة. تبي تنقصي تبي تزودي، سهلة الطريقة تبع التنقص والزيادة، ما فيها مشاكل، ما في عندك أي مشاكل في ده الموضوع، وحتشوفي كيف. الآن عشان تشتغلي الفاونديشن دبل كروشيه، طريقة الشغل بسيطة وسهلة وحلوة. حتطلعي أول شيء طبعا تعملي عقدة منزلقة على السنارة حقتك، هذا أول حاجة. ثاني حاجة حتعملي 3 سلاسل. بسم الله نبدأ، خلينا نعمل لكم فوكس. أوكي، هتعملي 3 سلاسل، 1 2 3. هذه سلاسل ابتدائية، لا تنعد إنها غرز ولا أي حاجة، بس مجرد إنه سلاسل بنية أساسية وبنية تحتية على قولهم. خلاص، الآن حتبدأي تشتغلي العمود مع سلسلته. إذا أنت فكرتي فيها بدي الطريقة عمرك ما حتنسي الطريقة، وحيكون سهل عليك جدا. حتلفي الخيط على الصنارة كأنك بتشتغلي عمود، حتدخل الصنارة في أول سلسلة عملتيها عند العقدة، بس حاولي أنك تدخليها تحت اللفتين بدي الطريقة. حتلفي وتسحبي، بديهياً انه انت تبي تكملي العمود تقوم تلفي وتسحبي من لفتين، تلفي وتسحبي من لفتين وتكملي العمود. هذا خطأ، انت كده سويتي عمود لكن فين السلسلة؟ فانت اول شيء تلفي وتسحبي من لفة واحدة، كده سويتي السلسلة، اول سلسلة. العمود اللي شغال فوقها حتلفي وتسحبي من سلسلتين، حتلفي وتسحبي من سلسلتين، شايفين؟ هذه سلاسل ارتفاع مالك شغل فيها. اللي هنا السلسلة هذه هي سلسلتك حقت بداية الشغل، وهذه العمود اللي شغالة أو اللي اشتغلتيه في السلسلة، شفتي؟ طيب نيجي نعمل عمود تاني. هتلفي الخيط على الصنارة لأنك بتعملي عمود، هتدخلي هذا راس العمود وهذه القاعدة هنا، هنا السلسلة صح ولا لأ؟ هذه السلسلة. هتدخل السنارة في السلسلة من تحت، بس راعي أنك تدخليها في لفتين مو لفة واحدة بدي الطريقة، شايفتها؟ في اللفتين مو لفة واحدة. هتلفي وتسحبي. الآن بديهية أنت بتكملي العمود وهذا خطأ، أنت أول شيء تسوي سلسلتك، تلفي وتسحبي من 1، هذه السلسلة، تلفي وتسحبي من 2، تلفي وتسحبي من 2، هذا العمود رقم 2، شايفته؟ هذا عمود 1، هذا عمود 2، هذا اللي هنا سلاسل الارتفاع. لو جيتي طالعتي من تحت، خليني اجيب لكم حاجة اوريكم بها. اوكي، هذه سلسلة الأولى، شايفتها؟ وهذه سلسلة الثانية. الآن عشان تعملي العمود الثالث، هتلفي الخيط على الصنارة، تدخليه تحت لفتين السلسلة اللي من تحت في قاعدة العمود، مظبوط؟ وتلفي وتسحبي، تعملي السلسلة حقة العمود الثالث وتسوي العمود الثالث. خلاص، هذه 3، نعمل كمان 1 رابع، وبعدين انا حكمل الين 65 لما اوصل. تلفي وتدخلي فيه اللفتين اللي من تحت، شايفه كيف شكلها؟ دخلي في اللفتين اللي من تحت، شايفتها؟ تلفي وتسحبي. مجرد انك تلفي وتسحبي هذه ما صارت سلسلة، خلاص لازم تسوي السلسلة بانك تلفي وتسحبي منها. شوفي اتكونت لك سلسلة لحالها ولا لا؟ هذه هي سلسلة العمود الرابع، تلفي وتسحبي من 2، تلفي وتسحبي من 2، وكده صارت لك. اوكي، هذه صارت عندي 4، وتكملي على عدد ما تبغي. ميزتها انه هي مطاطية، شايفة؟ الميزة الاولى انه هي مطاطية. الميزة الثانية انه المسافة من هنا نفس المسافة اللي من هنا. الميزة الثالثة
الميزة الثالثة إنه غلطتي مثلا في العدد ما تضطر إنك تفرطي كل الأعمدة اللي سويتيها وتنقصي مثلا ولا تزودي في عدد السلاسل وبعدين ترجعي تشتغلي مرة تانية، بالذات لما تشتغلي كميات طويلة أو مساحات طويلة أو عدد كبير. يعني مثلا في مشاريع تبدأ بمية سلسلة، 105 106 107، هذا المشروع بيبدأ ب65 سلسلة، فإنه أنت مثلا اشتغلتي 65 وغلطتي في العد، الإنسان يغلط، غلطتي في العد واشتغلتي أعمدة، جيتي عديتي الأعمدة لقيتي الأعمدة إما ناقصة وإما زايدة، هتضطر تفتح الأعمدة كلها تفرطيها وتصلحي عدد السلاسل وترجع تشتغلي. لكن هذه الطريقة ممتازة جدا، لأنه كده خلاص تبدأ تشتغلي 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 وتعدي 1 2، لما تيجي تعدي بسيط جدا، هذه شايفتها السلسلتين اللي في البداية، هذه سلاسل ارتفاع ما تنعد، بعد كده تبدأ تعدي زي كده 1 2 3 4 وتكملي. زادت عليكي هتفرطي 1، ايش هتعملي؟ شفتي 1 2 3، نقصت عليكي كملي بكل بساطة، هذه 4 5 وهذه 65. كده عملت سلسلة ابتدائية، مو سلسلة ابتدائية، أعمدة ابتدائية، اللي هي تكوني مشتغلة السلسلة والأعمدة في نفس الوقت، السلاسل والأعمدة في نفس الوقت، وزي ما انت شايفة وعملت 65 عمود ابتدائي. خلاص، رجاء 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 عدي غرزك قبل ما تكمل شغل، أوكي؟ في كل سطر، هذه نصيحتي الوحيدة لك. الآن قبل ما نكمل أبغاك تعملي لما تعدي، طيب وانت بتعدي علمي هذه الغرز لانها حتساعدك. حتعلمي الغرزة الخامسة 1 2 3 4 وهذه 5 من البداية، هتعلم الغرزة الخامسة بدي الطريقة، العمود الخامس مو الغرزة، العمود الخامس. من فين هتعلمي دحين؟ انت وقفتي هنا صح؟ ارجعي تاني من البداية، علم الغرزة الخامسة، بعدين الغرزة رقم 15، هذه 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، طيب هذا حيساعدك واحنا بنشتغل. بعدين الغرزة 25، هذه 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25، بعدين الغرزة 33 26 27 28 29 30 31 32 33، الغرزة 41، هنا وصلت 33 صح؟ 34 35 36 37 38 39 40 41، والغرزة 51، 42 43 44 45 46 47 48 50 51، والغرزة 61، 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61. الغرز اللي حتعلميها الغرزة 5 الخامسة، والغرزة 15، الغرزة 25، الغرزة 33، الغرزة 41، الغرزة 51، والغرزة 61. لما ننهينا الدور الأول، بنهاية الدور المفروض يكون عندك 65 غرزة، غرزة عمود ابتدائي. طيب الآن حتطلعي سلسلة، الدور الثاني بنفس اللون، حتطلعي سلسلة
وتقلبي الشغل، حتشتغلي حشو في الغرزة الأولى اللي طلعتي فيها السلسلة، وحتشتغلي حشو في 64 غرزة التالية. 1 2 3 64. طيب، واتأكدي بس انه انت كده بنهاية الدور الثاني صار عندك 65 غرزة حشو. لازم تتأكدي رجاء عشان لا يبدأ ينحرف معاك المستطيل، انه مرة تزيد في الغرز ومرة تنقص. كل دور لازم تكون فيه الغرز 65، مستحيل تتغير. خلاص، الآن حتقص الخيط وتبدأ دور جديد. طيب، الآن لما قصيت الخيط من هنا، طبعا انت خلصنا احنا الدور من هنا مظبوط، حتلف الشغل بدي الطريقة وحتبدأ الدور الجديد من هنا. خلاص، من عند الديل اللي قصيتيه من هنا اللي هو الدور الثالث. الدور الثالث حشتغله باللون الدك ايج. طيب، هتشتغلي بعمود واقف في أول غرزة حشو عندك في السطر. بسم الله نبدأ. هذا حشو واقف، عمود واقف. بعد كده هتشتغلي عمود في الأربع الغرز، في الثلاث الغرز التالية. 1 2 3. الآن هتشتغلي بريد أمامي بلفتين في العمود الخامس. فاكرة لما قلت لكم علموا بعلامة في العمود الخامس؟ هذا العمود الخامس هتشتغلي فيه بريد أمامي بلفتين. خلاص، بهذه الطريقة، صح ولا لا؟ اهو، وحتتجاهل الغرزة اللي بعدها من الدور الثاني اللي هو الحشو، ما حنشتغل فيه. بعد كده حتشتغلي عمود في التسع الغرز التالية. 1 2 9. بعد كده حتعملي بريد امامي بلفتين في الغرزة رقم 15 من فرصة، أو في العمود رقم 15 من الأعمدة الابتدائية. ولو تلاحظي هو ده العمود اللي سوينا فيه الماركر أو حطينا علمناه بعلامة. إذا ما عندك علامات أو ماركرز ولا شيء، عدي، ولما توصلي في العد للغرزة اللي قلت لك عليها حطي عندها. خلاص، هتتجاهل الغرزة اللي بعدها من الدور الثاني اللي هي الحشو، هذه هنتجاهلها، وحنشتغل في اللي بعدها نعمل عمود في التسع الغرز التالية. 1 2 9. كمان تعملي بريد أمامي بلفتين في الغرزة رقم 25 من الدور الأول اللي هو العمود الابتدائي رقم 25. خلاص، هتتجاهلي الحشو اللي بعده. بعد كده تعملي حشو وعمود في السبع الغرز التالية. 1 2 7. هتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود الابتدائي رقم 33 من الدور الأول، وتتجاهلي غرزة الحشو اللي تقع خلفه. خلاص، وتعملي عمود في السبع الغرز التالية. 1 2 7. حتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود رقم 41 من السلسلة الابتدائية أو في الدور الأول، وتتجاهلي الحشو اللي يقع خلف البريد الأمامي. هتعملي عمود في، بعد كده هتعملي عمود في التسع الغرز التالية. 1 2 9. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في الغرزة رقم 51 من الدور الأول، وتتجاهلي الحشو
اللي من الدور الثاني التالي، وبعدين هتعملي عمود في التسعة الغرز التالية. 1 2 9 هتعملي بريد أمامي بلفتين في الغرزة رقم 61 أو في العمود رقم 61 من الدور الأول. ولو تلاحظي إنه الماركرز ساعدتنا كتير، خلاص هتتجاهلي الحشو اللي ورا البريد، هتعملي عمود في الأربع الغرز التالية. 1 2 3 4 خلاص هتطلعي سلسلة وتلفي الشغل، هتشتغلي حشو في كل غرزة من الغرز اللي عندك، يعني في النهاية هتلاقي انه عندك 65 حشو. بس قبل ما نبدأ هذا الدور الثالث او السطر الثالث، بنهاية السطر لازم تعدي الغرز كلها وتتأكدي انه عندك 7 بريد امامي بلفتين و58 عمود. لما تتأكدي هتلفي وتطلعي سلسلة وتشتغلي حشو في كل غرزة. خلاص 1 2 3 64 65. اتأكدي بس انه انت اشتغلتي لين اخر عمود، او اللي هو يكون اول عمود اشتغلتي فيه اللي هو العمود الواقف. بس خلي بالك من هذه النقطة. خلاص هتنهي الدور، قص الخيط عشان تبدأ تشتغلي بخيط جديد في الدور الخامس. بنهاية الدور الرابع اللي هو دور الحشو، خلاص المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. تأكدي منها وعدي غرزك عشان تمشي مزبوط معايا. هتقلبي الشغل مرة تانية. الآن تقدري في هذه المرحلة تشيلي الماركرز عادي. الآن هنبدأ نشتغل السطر الخامس. هنشتغل السطر الخامس باللون السوفت بيتش. طيب السطر الخامس هتشتغلي، تبدأي عمود واقف في الحشو الأول عندك في السطر. طبعا الحشو الأول في السطر اللي هو يعادل آخر حشو سويتيه دوبك وانهيتي من عنده الخيط. طيب يلا بسم الله نبدأ. هنشتغل حشو واقف هتعملي عمود واقف. هتشتغلي عمود، هتعملي عمود في الغرز الثلاثة التالية. 1 2 3 طيب تعملي بريد أمامي بلفتين حوالين البريد الأمامي بلفتين من الدور الثالث اللي هو البريد الأمامي اللي تحته. هتشتغلي فيه بريد أمامي بلفتين آخر. هتتجاهلي الغرزة التالية من الدور 4 وتشتغلي عمود في التسعة الغرز التالية. 1 2 9 هتشتغلي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي بلفتين من الدور الثالث. 1 كده هتعملي عمود في التسع الغرز التالية. طبعا لا تنسي تتجاهلي الغرزة اللي خلف البريد اللي دوبك سويتيه. من بعده هتعملي عمود 2 9 هتتجاهلي الغرزة التالية، تعملي بريد بلفتين بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي بلفتين من الدور الثالث. بعد كده هتعملي عمود في الست الغرز التالية. 1 2 6 هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي بلفتين من الدور الثالث.
هتعملي عمود في الغرزة التالية. طبعا احنا تجاهلنا هذه، هتعملي عمود في الغرزة التالية. لو تلاحظ الغرزة اللي هي الحشو اللي معمول فوق البريد، هتعملي بريد امامي. طبعا هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها وتعملي بريد امامي بلفتين في البريد الامامي نفسه اللي دوبك اشتغلتي فيه. بهذه الطريقة هتعملي عمود في الست الغرز التالية، 2 6. هتعملي بريد امامي، هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي بريد امامي بلفتين في البريد الامامي بلفتين من الدور، 3. بعد كده هتشتغلي عمود في التسع الغرزة التالية، تتجاهلي غرزة، تشتغلي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي من الدور الثالث، ترجع تشتغلي 9 غرز أو 9 أعمدة، العمود في التسع الغرزة التالية، تتجاهلي غرزة، تشتغلي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي من الدور الثالث. خلاص بعد كده حتشتغلي بريد او عمود، عفوا عمود في الاربع الغرز المتبقية. خلاص يصير 9 بريد، 9 بريد، 4. هكمل الدور او السطر وارجع لك. بنهاية الدور الخامس المفروض يكون عندك 8 بريد امامي بلفتين و57 غرزة عمود. الدور السادس هتطلعي السلسلة، تقلبي الشغل، تشتغلي حشو في الغرزة اللي انت واقفة عندها، تشتغلي حشو في 64 غرزة التالية، 1 2 3. طيب طبعا بنهاية الدور السادس المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. الدور السابع هستخدم فيه اللون الستون. هتبدأي في أول غرزة عندك في السطر، هتشتغلي عمود واقف، هنطلع بس أول غرزة، هتشتغلي عمود في الغرزتين التالية، خلاص هتشتغلي بريد امامي بلفتين في البريد الامامي بلفتين من الدور الخامس، هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها من الدور السادس وتشتغلي عمود في الغرزة اللي بعدها، هتشتغلي بريد امامي بلفتين في البريد الامامي نفسه اللي اشتغلتي فيه دوبك وتتجاهل الغرزة اللي بعدها. هتشتغلي عمود في 8 الغرز التالية، واحد 2 8. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي تحته ومن الدور الخامس، هتتجاهلي الغرزة التالية، تعملي عمود في 8 الغرز في 9 الغرز التالية، 1 2. هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي من الدور 5 أو من السطر 5 بالأصح، مو دور. هتشتغلي عمود في 7 الغرز التالية، 1 2
7 هتتجاهلي الغرزة التالية، هتشتغلي تناقص بريد 3 بريد أمامي في نفس الغرزة، هتشتغليهم كلهم مع بعض، في هو حيكون في العمود رقم 29 من الدور الخامس. العمود هذا هو اللي يقع ما بين البريدين الأمامية، خلاص هذا العمود هنا حوالينه كده، هتشتغلي تناقص 3 بريد أمامي بلفتين، خلاص يعني هتلفي لفتين على السنارة وتشتغلي البريد الأمامي الأول وما تكملي، هتلفي لفتين تشتغلي في نفس العمود البريد الأمامي الثاني بلفتين وما تكملي، يتبقى لك 3 لفات، هتلفي كمان لفتين وتعملي آخر بريد أمامي بلفتين بدون ما تكمليها، يتبقى لك 4، هتلفي وتسحبي من الأربعة كلها. بعد كده هتشتغلي عمود في 7 الغرز التالية، 1 2 7 هتعملي بريد أمامي لفتين في البريد الأمامي من الدور 5، تتجاهلي الغرزة التالية من الدور 6 أو من السطر 6، هتشتغلي عمود في 8 الغرز التالية، 1 2 8 هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي في السطر 5، هتعملي عمود في الغرزة التالية هتعملي تتجاهلي الغرزة اللي بعدها وتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه، هتعملي عمود في 8 الغرز التالية، واحد 2 8 هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي أو في البريد الأمامي من السطر 5، وتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 6، هتعملي عمود في 4 الغرز المتبقية، 1 2 3 4 بنهاية الدور 7 المفروض يكون عندك 8 بريد أمامي بلفتين، 1 تناقص 3 بريدات أمامية بلفتين في نفس الغرزة، و56 عمود. الدور الثامن هتطلعي سلسلة وتشتغلي غرزة حشو في كل غرزة من الغرز 65 من السطر في السطر السابع، خلاص هاشتغل الحشوات وتقص الخيط في نهاية الدور وتخفي نهاياتك، هكمل وارجع لك. طيب بنهاية الدور الثامن المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو، عدي الغرز وتأكدي منها. الدور التاسع هستخدم فيه لون شريمب، خلاص هتشتغلي عمود واقف في أول غرزة في السطر، بسم الله نبدأ، هتشتغلي عمود في 3 الغرز التالية، 1 2 3 هتتجاهلي الغرزة التالية وتشتغلي تناقص 3 بريد أمامي بلفتين في العمود التالي اللي يقع ما بين البريد الأمامي من أو البريدين الأمامية من الدور السابع، هتعملي أول بريد أمامي بلفتين وما تكملي، في نفس الغرزة تعملي بريد أمامي بلفتين وكمان ما تكمليهم، يتبقى لك 3 لفات، في نفس الغرزة تعملي بريد أمامي بلفتين
وكمان ما تكملي حيتبقى لك 4 لفات، تلفي وتسحبي من الأربعة كلها. خلاص بعد كده هتشتغلي عمود في الثمانية الغرز التالية، 1 2 8. هتتجاهلي الغرزة التالية وتشتغلي بريد أمامي بلفتين في الغرزة اللي بعد في البريد الأمامي من السطر 7. هتعملي عمود في الغرزة التالية، هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي بريد أمامي في بلفتين في نفس البريد الأمامي اللي اشتغلتي فيه دوبك. هتشتغلي عمود في الثمانية الغرز التالية، 1 2 8. هتشتغلي بريد أمامي في البريد الأمامي بلفتين من الدور، بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي في الدور 7. خلاص هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 7 وتشتغلي عمود في 14 غرزة التالية، 1 2 14. هتتجاهلي الغرزة التالية وتشتغلي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي في السطر 7. هتعملي عمود في الغرزة التالية، تتجاهلي الغرزة التالية، تعملي بريد أمامي بلفتين في نفس البريد اللي دوبك اشتغلتي فيه. هتشتغلي عمود في الثمانية الغرز التالية، 1 2 8. تعملي تناقص 3 بريد أمامي بلفتين في العمود اللي ما بين البريدين الأماميين من الدور 7. هتشتغلي البريد الأمامي الأول بلفتين وما تكملي الثاني، وما تكملي الثالث، وما تكملي. هتلفي وتسحبي من 4 لفات اللي عندك في الصنارة. هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها من سطر 8، بعدين هتشتغلي عمود في 8 الغرز التالية. واحد، 2 8. هتتجاهلي الغرزة التالية وتشتغلي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي في السطر 7. هتعملي عمود في الغرزة اللي بعدها، تتجاهلي الغرزة كمان اللي بعدها وتعملي بريد أمامي بلفتين في نفس البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه. هتعملي عمود في الثلاثة الغرز الأخيرة. واحد، 2 3. بنهاية الدور 9 المفروض يكون عندك 2 تناقص، 3 بريد أمامي بلفتين في نفس الغرزة، و7 أعمدة، أو عفوا بريد أمامي بلفتين، 56 عمود. الدور العاشر نفس النظام، حتطلع السلسلة وتقلب الشغل وتشتغلي حشو في 65 غرزة التالية، 1 2، وتكملي الآخر الدور. بنهاية الدور العاشر المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. الدور الـ11 هشتغل باللون الليمون،
هتبدأي بعمود واقف في أول غرزة في السطر. بسم الله نبدأ. خلاص هتشتغلي عمود في 13 غرزة التالية. واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة عشر. هتشتغلي تتجاهلي الغرزة التالية وتعملي تناقص ثلاثة بريد أمامي بلفتين في العمود اللي يقع ما بين البريدين الأمامية في السطر. تسعة، هتعملي عمود في الثمانية الغرز التالية. واحد، اثنين، ثمانية. هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي من السطر. تسعة، هتعملي عمود في الغرزة التالية وتتجاهلي الغرزة اللي بعدها، تعملي بريد أمامي بلفتين في نفس البريد اللي دوبك اشتغلتي فيه. بعد كده هتعملي عمود في 14 غرزة التالية. واحد، اثنين، 14. هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها وتعملي تناقص ثلاثة بريد أمامي حوالين البريد العمود اللي يقع ما بين البريدين اللي من السطر. تسعة، بعد كده هتعملي عمود في 19 غرزة التالية. واحد، اثنين، ثلاثة، 19. هتتجاهلي الغرزة التالية تعملي بعدين تناقص ثلاثة بريد أمامي بلفتين في العمود اللي يقع بين البريدين الأمامية في السطر. تسعة، تعملي البريد الأمامي الأول ما تكملي بلفتين طبعا، اللي بعده كمان وما تكملي، وكمان آخر واحد، وبعدين تلفي وتسحبي من كل اللفات. خلاص آخر حاجة هتعملي عمود في الأربع الغرز الأخيرة اللي متبقية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كده صار عندي السطر بنهاية السطر الـ11. المفروض يكون عندك ثلاثة تناقص بريد أمامي بلفتين واثنين بريد أمامي بلفتين، هم هدول، وستين عمود. الآن الدور الـ12 هتطلعي سلسلة تقلبي الشغل وتشتغلي حشو في 65 غرزة التالية بما فيها الغرزة اللي انت واقفة عندها. واحد، وتكملي دورك. اثنين، ثلاثة. اوكي كده بنهاية الدور المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. طبعا تقلبي الشغل، انا دحين هنا قلبت الشغل وهذا على الوجه الصحيح عشان تبدأي الدور الـ13. قبل ما تبدأي الدور الـ13 ابغاكي بس تحددي غرزة
وتعلميها بماركر عشان يساعدك ويسهل عليك وانت بتشتغلي. هتحددي الماركر او الغرزة من الدور رقم 11. الدور رقم 11 اللي هو سطر الأعمدة. خلاص، في سطر الأعمدة هتحددي الغرزة رقم 30. يعني هتعدي عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ما هتعدي دي الغرزة لأن هذا مو عمود، أنا باكي تعدي العمود رقم 30 16 17 18 19 20 21 22 23. خلاص، لأنه هدول بريدين وهذا عمود اللي في النص، 24 25 26 27 29 30. فالعمود رقم 30 هتحددي بماركر. خلاص، الآن نبدأ نشتغل الدور 13. هشتغل باللون البيل روز. بسم الله نبدأ. هتبدأي بعمود واقف زي العادة في أول غرزة في السطر. بسم الله الرحمن الرحيم، عمود واقف. خلاص، بعد كده هتشتغلي عمود في 23 غرزة التالية، 1 2 22 23. بعد كده هتعملي تناقص بريد او تناقص 3 بريد امامي بلفتين في العمود التالي من الدور 11، العمود التالي اللي هو ما بين البريدين الاماميه اللي موجودين عندك. هتعملي البريد الاول وما تكملي الغرزة، البريد الثاني وما تكملي الغرزة، طبعا بريد امامي بلفتين، البريد الثالث وما تكملي الغرزة، وبعدين تسحب تلفي وتسحبي من كل اللفات. بعد كده هتعملي عمود في 7 الغرز التالية، 1 7. بعد كده هتعملي بريد امامي بلفتين حوالين العمود التالي او العمود رقم 30 من الدور 11. لو تلاحظي اصلا وصلنا عند العمود اللي المفروض هنشتغل فيه. خلاص، فهنشتغل فيه بريد امامي بلفتين، والمفروض البريد الامامي اللي بلفتين اللي هتشتغلي فيه المفترض انه يكون في منتصف المسافة بالضبط. يعني منتصف المسافة المفروض يكون الغرزة رقم 33 على اساس انه عندك 65 غرزة، فالمفروض يكون عندك هنا 32 غرزة ومن هنا 32 غرزة، والغرزة رقم 33 في النص اللي هي هذه او هذا العمود. خلاص، بعد كده هتعملي عمود في 32 غرزة التالية، 31 32. كده نكون خلصنا الدور 13. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 1 تناقص 3 بريد أمامي بلفتين، 1 بريد أمامي و 63 غرزة عمود. هتطلعي السلسلة وتلفي الشغل، هتعملي حشو. هيبدأ الدور ال 14، هتعملي حشو في أول غرزة وحشو في كل غرزة تقابلك في السطر رقم 13. هكمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور 14 المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. الآن قبل ما تكملي نفس الحكاية، أبغاك تعلمي الغرزة رقم أو العمود رقم
5 العمود وليس الغرزة، العمود رقم 5 والعمود رقم 49 خلاص من الدور 13. حتعدي بس الأعمدة، ما حتعدي لا التناقص ولا البريد، ما تحسبي في العد، بس تعدي الأعمدة. عندك العمود رقم 5 والعمود رقم 49. طيب نبدأ الدور 15 باللون الكريم. هتبدأ بعمود واقف في أول غرزة، بسم الله نبدأ. بعد كده هتعملي عمود في الثلاث الغرز التالية، واحد اثنين ثلاثة. بعد كده هتعملي عمود في أو عفوا بريد أمامي بلفتين حوالين العمود من الدور 13، العمود رقم 5 اللي احنا معلمينه بعلامة أو بماركر. تعملي بريد أمامي بلفتين، ونفس النظام هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها. بعد كده هتعملي عمود في 27 غرزة التالية، واحد اثنين. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين حوالين البريد الأمامي التالي من الدور 13، وتتجاهل الغرزة التالية من الدور 14. بعد كده هتعملي عمود في 17 غرزة التالية، واحد اثنين 17. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في الغرزة أو في الغرزة رقم 51 من الدور 13 اللي هي الغرزة اللي علمنا عليها. الغرزة هذه لما تيجي تعدي كعمود تكون رقمها 49، لكن كغرز كاملة تكون رقمها 51. أنا عارفة إنه هنا بدأت أخربطكم، بس خلينا نعتمد موضوع عد الأعمدة، لأنه دحين حنبدأ زي كده نعد أعمدة ونعلمها بماركر، وهي دي اللي حتشتغلي فيها. بعد كده حتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود رقم 49 من الدور 13، وتتجاهل الغرزة اللي بعدها من الدور 14. بعد كده هتعملي عمود في 14 غرزة التالية، واحد اثنين ثلاثة 14. خلاص كده نكون خلصنا الدور الرقم 15 او السطر رقم 15. بنهاية السطر 15 المفروض يكون عندك 3 بريد امامي و62 عمود. الان نعمل السطر 16، حتطلع السلسلة تلف الشغل، تشتغلي حشو في اول غرزة وحشو في كل غرزة في السطر السابق. هكمل الدور او هكمل السطر لنهاية السطر، هكمله وارجع لك. طيب بنهاية الدور 16 المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. الآن نفس الحكاية ونفس النظام، حتعلمي بماركرز تحددي الغرزة 14، تحددي الغرزة 39 أو مو الغرزة، العمود 39، وتحددي العمود 58. خلاص في العد ما تعدي البريد الأمامي اللي بلفتين، تتجاهلي تعدي بس الأعمدة. الآن الدور 17 هستخدم فيه اللون البيستاشيو. هتبدأي بعمود واقف في أول غرزة، مع إنه المفروض أقول السطر بس خلاص اتعودت عشان العمل بشكل دائري دائما أقول الدور.
طيب هتشتغلي بعد كده عمود في الثلاث الغرز التالية، واحد اثنين ثلاثة، تعملي بريد أمامي بلفتين، في البريد الأمامي بلفتين من الدور 15، وتتجاهلي الغرزة اللي بعدها من الدور 16. بعد كده هتعملي عمود في التسع الغرز التالية، واحد تسعة. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود التالي اللي هو رقم 14 من الدور 15، تتجاهلي الغرزة اللي بعدها وتعملي عمود في 17 غرزة التالية، واحد 17. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود أو في البريد الأمامي بلفتين من الدور 15، هتتجاهلي الغرزة التالية من الدور 16 وتعملي عمود في السبع الغرز التالية، واحد 7. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود رقم 39 اللي علمناه من الدور 15، هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها. بعد كده هتعملي عمود في التسع الغرز التالية، واحد 9. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي من الدور 15، وتتجاهلي الغرزة التالية من الدور 16، تعملي عمود في التسع الغرز التالية، واحد 2 9. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود رقم 58 من الدور أو من السطر 15، تتجاهلي الغرزة التالية من السطر 16، تعملي عمود في الأربع الغرز الأخيرة، واحد 2 3 4. كده يكون أنهينا السطر رقم 17. بنهاية السطر المفروض يكون عندك 5 بريد أمامي بلفتين و60 عمود. خلاص هتطلعي سلسلة عشان تشتغلي سطر 18، تلفي الشغل، تعملي حشو في أول غرزة وحشو في كل غرزة في السطر لين نهاية السطر. هكمل وأرجع لك. بنهاية السطر 18 المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. كمان مرة هترجعي تعلمي مرة تانية العمود رقم 23، العمود رقم 23 من السطر 17. خلاص هتعدي 23 عمود، الرقم 23 هتعلمي. هشتغل السطر 19 بلون السوفت بيتش، الدور 19 هتبدأي بحشو بعمود واقف، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص هتشتغلي 2 عمود أو عفوا عمود في الغرزتين التالية، واحد 2. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي بلفتين من السطر 17، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 18، هتعملي عمود في الغرزة التالية، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 18 وتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه من السطر 17. بعد كده هتعملي عمود في الثمانية الغرز التالية،
واحد، ثمانية. هتعملي بريد أمامي بلفتين، في البريد الأمامي بلفتين من السطر 17، تتجاهلي الغرزة التالية من السطر 18، هتعملي عمود في التسع الغرز التالية. واحد، اثنين، تسعة. هتعملي بريد أمامي بلفتين في العمود رقم 23 اللي عملنا حطينا فيه ماركر من السطر 17، تتجاهل الغرزة التالية من السطر 18، تعملي عمود في الست الغرز التالية. واحد، ستة. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي من السطر 17، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 18، تعملي عمود في الغرزة اللي بعدها. هتعملي بريد أمامي بلفتين من في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه، تتجاهلي الغرزة التالية من السطر 17، عفوا 18، تعملي عمود في الست الغرز التالية. واحد، ستة. هتعملي بريد بلفتين أمامي في البريد الأمامي بلفتين التالي من السطر 17، هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها من السطر 18، هتعملي عمود في الثمانية الغرز التالية. واحد، اثنين، ثمانية. هتعملي عمود أو عفوا بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي بلفتين من السطر 17، هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها، هتعملي عمود في الغرزة اللي بعدها، هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه، هتتجاهلي غرزة وتشتغلي عمود في الثمانية الغرز التالية. واحد، اثنين، ثمانية. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي بلفتين، هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها اللي هي هذه من السطر 18، هتعملي بعد كده عمود في الأربع الغرز الأخيرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كده انهيتي السطر 19. بنهاية السطر 19 المفروض يكون عندك 10 بريد أمامي وخمسة وخمسين عمود. الآن حتطلعي سلسلة عشان تعملي السطر 20، تشتغلي حشو في أول غرزة وحشو في كل غرزة تقابلك في السطر لنهايته. هكمل السطر وارجع لك. طيب بنهاية السطر 20 المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. طبعا هتقص الخيط وتخفي النهايات وتقلبي الشغل على الوجه الصحيح. الآن السطر 21 هشتغل باللون الأبريكوت. هتعملي عمود واقف في أول غرزة حشو في السطر. بسم الله نبدأ. واحد، هتعملي عمود في الثلاث الغرز التالية. واحد، اثنين، ثلاثة. هتشتغلي تناقص ثلاثة غرز بريد أمامي بلفتين في العمود التالي من السطر 19، هذا واحد، هذا الثاني، هذا الثالث. خلاص هتتجاهلي الغرزة التالية
اللي هي هذه، تشتغلي عمود في التسع الغرز اللي بعدها، واحد تسعة. هتشتغلي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي من السطر 19، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 20 وتعملي عمود في الثمانية الغرز اللي بعدها، واحد اثنين ثمانية. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي، هتتجاهلي الغرزة التالية وتعملي عمود في اللي بعدها، هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه، بعد كده هتعملي عمود في الستة الغرز اللي بعدها، واحد ستة. هتعملي تناقص ثلاثة بريد أمامي بلفتين في العمود التالي من السطر 19، هذا أول واحد، هذا ثاني واحد، وهذا ثالث واحد. هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 20 وتعملي عمود في السبع الغرز التالية، واحد سبعة. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 20 وتعملي عمود في التسعة الغرز التالية، واحد اثنين تسعة. هتعملي تناقص ثلاثة بريد أمامي بلفتين في العمود التالي من السطر 19. هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 19، هتعملي عمود في الثمانية الغرز اللي بعدها، واحد اثنين ثمانية. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 20، هتعملي عمود في الغرزة اللي بعدها، بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه، هتتجاهلي الغرزة اللي بعدها من السطر 20 وتشتغلي عمود في الثلاث الغرز الأخيرة، واحد اثنين ثلاثة. كده نكون انهينا السطر 21. بنهايته المفروض يكون عندك ثلاثة تناقصات، خلاص، وستة بريد أمامي بلفتين وستة وخمسين عمود. الآن السطر 22 هتطلعي سلسلة وتقلب الشغل، تشتغلي حشو في أول غرزة وحشو في كل غرزة تقابلك في السطر. هكمل وأرجع لك. طيب كده خلصنا السطر 22. بنهاية السطر المفروض يكون عندك 65 غرزة حشو. الآن هشتغل في السطر 23 باللون البارشمنت. هتبدأي بعمود واقف في الغرزة الأولى في السطر. بسم الله نبدأ. بعد كده هتعملي عمود في 12 غرزة التالية، واحد اثنين 12. بعد كده هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي من السطر 21، تتجاهلي الغرزة التالية من السطر 22
وتعملي عمود في الغرزة اللي بعدها. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي تبيك اشتغلتي فيه. تتجاهلي الغرزة اللي بعدها من السطر 22 تعملي عمود في الثمانية الغرز التالية، 1 2 8. بعد كده هتعملي تناقص 3 بريد أمامي بلفتين في العمود التالي من السطر 21، هذه 1 هذا 2 هذا 3. هتتجاهل الغرزة التالية من الدور 22 وتشتغلي عمود في 14 غرزة التالية، 1 14. هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي التالي، هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 22 وتعملي عمود في اللي بعده، هتعملي بريد أمامي بلفتين في البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلتي فيه، وتتجاهلي الغرزة اللي بعدها من السطر 22، هتعملي عمود في 18 غرزة التالية، 1 2 18. هتعملي تناقص 3 بريد أمامي في بلفتين في العمود التالي من السطر 21، 1 2 3. تتجاهلي الغرزة التالية من الدور 22 اللي هي هذه. بعد كده هتعملي عمود في آخر 4 غرز، 1 2 3 4. بنهاية السطر 23 راح يكون عندك 4 بريد أمامي، 2 تناقص 3 بريدات أمامية بلفتين، 4 بريد أمامي بلفتين على فكرة، و50 عمود. الآن السطر 24 حتطلعي سلسلة وتلفي الشغل، تعملي حشو في أول غرزة وحشو في كل غرزة تقابلك في السطر. راح أكمل السطر وأرجع لك. طيب بنهاية السطر 24 المفروض يكون عندك 65 حشو. الآن السطر 25 حشتغله باللون الستون. حنبدأ السطر بعمود واقف في أول غرزة، بسم الله، هتشتغلي عمود في 13 غرزة اللي بعدها، 1 2 13. بعد كده هتعملي تناقص 3 بريد أمامي بلفتين في العمود التالي من السطر، تناقص من السطر كم وصلنا؟ بدأنا نخربط 23. خلاص هتتجاهلي الغرزة التالية من السطر 24 تعملي عمود في 25 غرزة التالية، 1 25. بعد كده هتعملي تناقص 3 بريد أمامي بلفتين في العمود التالي من الدور 23، هتتجاهلي الغرزة التالية من الدور 24 تعملي عمود في آخر 24 غرزة، 1 2
ثلاثة، 24. بنهاية السطر 25 المفروض يكون عندك 2 تناقص و63 عمود. خلاص السطر 26 حتطلع سلسلة تلف الشغل، تشتغلي حشو في أول غرزة وحشو في كل غرزة تقابلك في السطر. هكمل السطر وارجع لك. كده نكون خلصنا السطر 26 بنهايته، المفروض يكون عندك 65 حشو. لما تخلص السطر 26 خلاص تقص خيط، تخفي كل النهايات لأنه كده تكوني أنهيتي من هذه الوحدة. شايفة؟ كده خلصنا من فيديو اليوم أو من درس اليوم. إن شاء الله يكون بسيط وسهل وانبسطتوا فيه. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار مرحبا بكم، حطوا تعليقاتكم تحت الفيديو. إذا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك، وإذا كنتوا جديدين في القناة مرحبا بكم، واشتركوا في القناة إذا شفتوا إنها مفيدة. إذا كان عندكم أي انتقاد أو ملاحظات أتقبلها بصدر رحب. ونهاركم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.